مشاعر. يلا تأخرنا العيال. جاية. بسرعة بسرعة. طيب بسوي لك أشياء. الشاي والقهوة هنا. حطيت. وبيالات. حطيت. عدتيهن. أيوة خلاص. خلاص تدير بسرعة. برد عليك. مش في سنتي وراس كذا. وش ذا؟ إيش في؟ ترسة السكر. هذا شيرة مو هم شاهي. طب مو انتوا قلتوا لي انكم انتوا تحبوا السكر زياده؟ اي بس هذا زياده زياده زياده، ما تعرفين توزنين الشاهي؟ لا ما اعرف، انت تعرف؟ ايه اعرف. طيب خلاص سويه بنفسك. لا يا شيخه وتستهبلين بعد. ملاحظه، ثاني مره لما عندك اي ملاحظه علي يا ريت تقولها باسلوب لطيف احسن من كذا. ما بقى الله تعلميني الاسلوب والادب. وش ذا الطلعه تاخرنا؟ ترى تونا بدري، شوف الساعة 7. لا يا شيخ، اليوم ويكند، تلقى ما في مكان الحين. طيب مو مشكلة، مر البقالة خلنا نشتري الأغراض. من جدك أنت؟ كلم كفتة وشوف ايش يجيبونها. طيب. هلا شكوش، بالله وأنتم جايين اشتروا أغراض من البقالة. موية، ثلج، كيك، عصير، مكسرات. لا يا شيخ، ما بقى إلا تقول لهم جيبوا لحاف ومخدة. كنسل كنسل، الحين مر البقالة وناخذ الأغراض اللي تبيها بسرعة وندزها. لا تأخر عجل. يا شباب لا حد يتأخر، ها الأغراض كلها معنا، وأنا وياسر بنسبك ونفرش ونضبط الأمور، لا تتأخرون. من جدك أنت؟ السلة فاضية. يلا يا أخوي تأخرنا العيال. مو هو بلازم مكسرات. أمش خذ أي شيء، خذ اي شيء ابن الحلال. امسك امش 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 امش. طب تبي مويه؟ امش، هذه مويه. امش. معليش اسفين الحين. سلم معليش، تبتسم بعد انت وجهك؟ ايش فيك من فوق؟ اسف من فوق. السياره الان بطلعها. ابشر. لا يا شيخ اسف، وين اصرفها ذي؟ اسف وين اصرفها؟ انت وش اللي حصل خير؟ حصل خير وانا اخوك خلاص اركب سيارتك كنت. انت وش اللي تامر عليهم؟ وش اللي حصل خير وتامر؟ وش فيك انت يا برودك؟ تلطع الناس هنا، تسكر على الناس سياراتهم، وش فيك انت؟ حبيبي هدي هدي، السيارة على الخشم، اطلعها الان ولا يهمك. انت شكلك مو شاب، خلاص طلع سيارتك وانا اخوك، طلع امشي امشي. خلاص اركب. كذا زين يا شباب؟ كذا زين؟ ايوه ايش تقول؟ الله لا يشفاهنا. يا ربي ضحك السرير، موقف ذا ما انساه. عاد غريبه ما قد سواها. انا كمان استغربت بس قلت ايش ذا، مشي والله ضحك. كذا زين يا شباب؟ اي يا ابن الحلال زين ما شاء الله، بس انت اقعد اقعد. طب وراك ترفع صوتك انت، ترى طالعين نستانس ونستمتع. ها تتذكروا تركي نضيع جوال حقه؟ تخيل زي تذكر انت تضيع عنه الرحلة. تسلك لي انت، تسلك لي. شوف الهوا، شوف الهوا وشلون يضبط الشوي. وش فيك انت؟ خلنا عدل الموتر. شوف تركي ما شوف تركي، هذا اللي فالحين فيه. هذه الرحلة دي يا قاتل. انا خلاص لما قالوا ما صدقك. ايه انا بعد ما صدقت قلت يلا احسن حاجة. ما تحب تنظف الغماره؟ اقول كذا ممتاز، لا يكثر بس لا يكثر. ها شفت ليفربول كيف؟ تكسير روز، ما في تكسير روز. والله ما توقعتها منهم مره. يلا يا عيال خلونا نجهز العشاء، يلا بسرعه. وش عشاء؟ تونا بدري يا ابن الحلال. تستهبل انت وجهك، يبي له ساعه ونص. وش فيك انت ما تفهم؟ ايه فقي انت ايش مقربشه كذا؟ اسكت اسكت خلاص. ايه وش اللي اسكت؟ جاي نستانس حنا. وين قدر الضغط؟ سياره كفته. يلا كفته. كنت جالس تاكل كم جبت قدر الضغط؟ قم قم يلا رح. الحين يا عيال تجيكم احلى كبسه، بس زي ما اتفقنا ياسر، علي الكبسه وعليك الشوي. تم. عطني عطني الملح، عطني الملح. الملح اتوقع يا عامر ان نسينا الملح. تستهبل انت وجهك، شو اسوي عشان الحين؟
عاد كل السعوديين لا طلعوا البر ينسون الملح. لا يا شيخ تنكت انت وجهك تنكت. لا تخرب الجلس. ايش فيك؟ ترى نسي ملح الحين كفته ينقز يجيب ملح. انا اللي الحين بنقز بروح بيتنا والشرع علي اللي اطلع مع مبزره. الله يسعدك يا خالتي انك علمتيني الطبخ، ما كنت اعرف اسوي ولا حاجه. كل البنات كذا قبل الزواج بس بعدين يتعلمون حبه حبه. المشكله اللي معقدني الجريش هذا، ماني عارفه اسويه بالمره. الجريش سهل، اعلمك مره ثانيه ولا يهمك. شكرا يا خالتي شكرا مره، والله ماني عارفه فين اودي جمايلك هذه. عنا ما تبين كسرتي مواعين البيت كله. ما تستحين على وجهي سنتي، فشلتيني مع امي وابوي. انا بتعلم. صرفنا رفنا هدي رفنا. والله ما سويت شيء طاحت مني بالغلط. وش فيكم على البنت؟ روعتوها خلاص انكسر الشر. ها عامر الغدا ما ابي، ما نمشتي. ليش ما تفهمين انت؟ اقول لك ما نمشتي، بطني وجعني. عارف ليه بطنك توجعك؟ لانك 24 ساعه معصب على اللي يسوى واللي ما يسوى. ارحمني وارحم صحتك وارحم نفسك. دكتوره انت دكتوره؟ اقول لا تتفلسفين علي، ابي ارتاح. تفهمين ولا ما تفهمين؟ لا ما افهم وما راح اسيبك. انت مريض واللي قاعد تسويه في نفسك وفي اللي حواليك غلط. اوعى تفتكر ان النرفزه بسبب القولون او بسبب ارتفاع ضغط الدم. لا، النرفزه هي اللي بتعمل كل الامراض دي مش العكس. طيب وشلون اتخلص من النرفزه؟ انا كذا ما اعرف، دمي حار. يا عامر اي كائن حي دمه حار. يعني انا كائن حي؟ اكيد طبعا يا عامر، بس المشكله اللي عندك ان انت بقيت مدمن على النرفزه، بقيت مدمن عصبيه. والحل؟ احنا عندنا ثلاث مراحل لعلاج الامراض اللي زي كده. اول مرحله منهم ان شاء الله هتكون مرحله المعايشه. وشلون يعني؟ شوف يا عامر، الاشخاص دي انواع. اول نوع ناس عصبيه جدا، تاني نوع ناس طبيعيين عادي خالص، تالت نوع بقى ناس بردة قوي. والمطلوب انك هتختار واحد بقى من الناس الباردة دي اللي انا هعرضهم عليك. تمام؟ هتدفع عليه 5000 ريال تأمين. لو كتب عنك تقرير حلو يبقى انت استحملته زي الفل وتعالجت. لو كتب عنك تقرير وحش يبقى هتضيع عليك 5000 ريال. عصام 26 سنة، بيحب يسمع فيروز، واكلته المفضلة السيزر سلط. اما عاد سيزر سلط، غير ما بيه. يوسف 25 سنة، بيحب الرسم والتصوير، ورياضته المفضلة هي التزحلق على الجليد. خبل ذا، من وين اجيب له جليد بالرياض؟ غير. سامي 27 سنة، بيحب قراية الكتب، واهم حاجة عنده يشرب القهوة وهي سخنة. ايه هذا اهولهم، خلاص جيب لي ابو قهوة. اهلا وسهلا ومرحبتين بعامر في بيت اخوك سامي. هنا مكان نومك ودورة المياه في الجهة المقابلة اذا احتجتها. مشكور يا اخ سامي، عاد انا بخلي الشنطة عندك وبروح. وين؟ بروح الاستراحة. بس انت نسيت شغلة مهمة جدا، انا مرافق معك ولازم اكون معك وين ما تروح. طب ما في مشكلة، دزها مع الاستراحة. اسف، الان وقت نومي. أبوك الدجاجة في حد ينام الساعة 9 الحين، وش الصوات؟ تلقى العيال الحين طقينها بلايستيشن وتحديات وفلة وشاورما. خلنا نام بس. ارجع نام يا عامر. يا ليل الليل، وش نظامك انت؟
عامر، لازم جسمك يستفيد من نوم الليل. نوم الليل فيه فوائد عظيمة. تراك اشغلتنا. التقييم يا عامر. طب عادي اروح دورة المياه علشان ارجع انام وجسمي يستفيد من نوم الليل. لا تتأخر. اصحى يا عامر. عامر حبيبي لازم تصحى. لا يمكن تكون انسان ايجابي وهادي وانت ما تفطر، عارف؟ الفطور اهم وجبه لجسم الانسان. طيب خلاص عرفنا. غيره؟ الزيتون هذا مليان معادن وفيتامينات تساعدك انك تكون انسان ريلاكس وهادي اعصابك. العسل هذا اللي يساعدك انك تكون انسان ايجابي محب للحياة، حاس باللحظة اللي أنت فيها، أنت فاضي للمشاكل والنرفزة والنفسنة. اللي قاعد تسويه في نفسك يا عامر كان غلط. يا أخي خلاص، أنت ما تسكت، ما تعرف تاكل وانت ساكت، ما عودوك أهلك، بعدين من اليوم تطفح تطفح تطفح، ما شبعت. ظاهر إنك يا عامر نسيت إن في تقييم. ها؟ أنت اليوم معي عشان تتخلص من هالنرفزة اللي أنت فيها. ابتسم. ابتسم الآن مع الصباح الباكر. وريني ابتسامتك. خصم 10 نقاط يا عامر. طيب تدري 20 نقطة يا عامر. يا أخي خلاص خلاص لا تصير بثر أنت. خصم 30 نقطة يا عامر. أخصم أخصم أم بغيت 100. يا الغالي لنا ساعة جالسين هنا وأنا بديت أتوتر، ما تعودت أجلس مكان واحد فترة طويلة. عامر القهوة لها طقوس، استشعر طاقة المكان حولك، عيش اللحظة، حس بالقهوة، خلي الكافيين اللي في القهوة ياخذ مجراه في الجسم. معاملة هو ياخذ مجراه مع ذلك أخذ مجراه. ثم ماذا؟ ما فهمتني يا عامر. محمود درويش الله يرحمه يقول القهوة لا تشرب على عجل، القهوة أخت الوقت، تك 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 تشرب على مهل. يا حبيبي مباراة الهلال بتبدأ وانت تقول لي على مهل، خل نمشي. أها يعني ذهنك مشغول، وطالما أن ذهنك مشغول بهلال ونصر معناها ما راح تستشعر اللحظة، فخليني أروح مع قرارك نروح نشوف الهلال. يا ليت الهمش. مراقبته للاستمتاع. وش ذا الدفاع الشوارع؟ وين البلاهي؟ وين الكوري؟ ورا ما يغطون. الله لا يلومهم، حمد الله ما شاء الله عليه فريق الحال واحد قواه. قام فقع ولا هلال ولا بطيخ. حبيبي النصر في ارضكم وسط جمهوركم دقكم زي ما دقناكم برضكم. اطلع منها يا الطحلبي، تفهم ولا ما تفهم؟ والله يا جماعه هدف ملعوب، هدف جميل جدا، واضح انهم متدربين عليها كويس. مدرب النصر اشتغل افضل من مدرب الهلال، لازم نقول كلمه الحق حتى لو خالف ذلك ميولنا. لا يا شيخ كلمه الحق، ها ورا ما تسكت انت بس. ها التقييم، التقييم يا عامر. حمد الله لعب فيكم يا الطواقي، شوف دمعته شوف دمعته بيصيح بيصيح. يا رجال اسكت بس، لو ما انقطعت الكرة من بريك ما يجيبها. حمد الله سمعني صياحك وتحرم. الصراحة يا عامر حمد الله أقوى من رلاندينو.
وحتى اقوى من قوميس. وين حقكم الاسد هذا المختفي؟ اليوم ماله حس، قلب سيمبا. ايه لا تغلط على عمك الزعيم يا رجال. لا تحمد، ان فازوا الملايين لهم وان خسروا ما هو بمحرق اعصاب ولا انت. النصر اليوم كان افضل، الكوره فوز وخساره. خذ عندك مثال، حمد الله هذا لاعب من طراز عالمي، نادرا ما شاهدته في ملاعبنا. لازم تعترف بهالحقيقه يا عامر، النصر كان افضل من الهلال. لازم تقول له مبروك، تحلى بالروح الرياضيه. هذا لك يا عامر. تقييم يا عامر. زي ما انت شايف يا دكتور، المرحله الاولى من العلاج فشلت، وانا ضحيت بال5000 لاني ما قدرت اتحمل. للاسف واضح، واضح يا عامر. عطنا المرحله الثانيه. شوف يا عامر، المرحله الثانيه دي انا هديك حقنه. الحقنه دي هتزود عندك هرمون البروليتا. الهرمون ده لما يزيد هيخليك هادي جدا، وعمرك ما هتتعصب ابدا. الله يهديك يا دكتور، وانا ما اعطيتني ذا المرحله من زمان، وشلون تخليني استثم ذا الرجال؟ بس خلي بالك، المرحله دي بقى هتكلفك 15000 ريال. الحمد لله على السلامه يا جميل. الله يسلمك يا دكتور. شوف يا عامر، انا كنت عايز اصرحك بحاجه بسيطه خالص. مفيش حاجه اسمها هرمون البروليتا ده اصلا، احنا ركبنا لك شريحه كهربائيه في ظهرك عشان اول ما تتعصب تشتغل الشريحه تكهربك غصب عنك تهدى. يعني كذبت عليا؟ اصبري. الله يهديس، بس ثاني مره انتبهي، اغرفي بشويش. غريبه ما عصبت، ايش الهدوء اللي نزل عليك فجاه ده؟ ليش هذه شريحه حاطه الدكتور في ظهري، اذا تنرفزت اتكهرب وانصر عليكم. والله صراحه هذا الدكتور مره ذكي، اهنيه انا. الشريحه. اسكتي يا بنت، الولد مو ناقص. وانت يا ولدي بتبقى على ذا الحال كثير؟ ما يصير. لا يمه، الشريحه فيها عداد، قال لي اذا تميت اسبوع وما تنرفزت الا مرتين بيشيلها. الله يشفيك ويعافيك، شد حيلك يا امي علشان يشيل الشريحه بسرعه، ما ابي اشوفك متكهرب مره ثانيه. ابشري. يا دكتور شوف لي حل غير الشريحه، ما يصير كل يوم وانا منصرع. انا ممكن اتعاون معاك واشيل لك الشريحه دي، بس بشرط. وشو؟ ان احنا ننتقل للمرحله الثالثه من العلاج مباشره. موافق. المرحله دي هتكلفك 100000 ريال، بس ده حل نهائي. نهائي 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 نهائي. اكيد اكيد. موافق. طب يلا بينا. يلا. يا ابو ثلاثة. يلا سلم اليد للي بعدك، احنا متفقين 3-0 تنتهي المباراة. يد ماني مسلم، يد ماني مسلم، قايل لكم الاول يدكم خربانة، اليد خربانة، واستراحتكم ذي معلم مطابة. طب وراك معصب؟ بالعكس المفروض تكون روحك رياضية، الفايز تقول له مبروك، والخسران تقول له هارد لك. لا تكلم كذا، لا تكلم كذا، لا تنفزني يا ابن الحلال. هد ولا يا عيال؟ إلا وش فيك سلامات؟ وش في ذا يا عيال؟ مريض. إلا مريض. إلا مريض. إلا أشوى. أركب بديتي. إحنا شباب الكم. ألمانيا إيطاليا إيطاليا كرواتيا أمريكا الجنوبية كذا. هد هد أنت وياه، خلونا نركز وين نروح يا جماعة. المسألة وجهة نظر. عطنا اقتراحك يا أبو وجهة نظر. إيه إيه
انا اشوف 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 ان احنا نروح للمالديف ورا ما نروح النمسا او سويسرا. لا 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 باي من اسمها فلوسها كثير اهدى. طيب اقترح انت. نروح 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 الاكوادور. انت عارف وين مكان هذه ولا قلتها كذا بس؟ اسمها رهيب كي تحس فيه كودره في الموضوع. لا يا شيخ يا عيال خلوا موضوعكم علي، انا عارف من اللي يدبركم. انا يا عيال اشوف موضوعكم سهالات، ما يجزي مني اقدر اسنعكم. تكفى يا الذيب تكفى يا الذيب سنعنا. اول شيء لازم تروحون لمدولة موضوع فيه استسهالات وما يطول، ما هو بطقة والحقة. مثلا عندك دول الشنغن بأوروبا، هذه موضوع فيه استيدبل تسبدك ويغثك تقعد شهرين ما اطلع عن جوازاتك. اوف شهرين كذا انتهت الجازة يا ابوي. هذا ايش زين لكم انتم اللي ما خططتوا له من بدري. طيب وش الحل؟ نقرب ورقات البلوت ونكنسل السفر. مو بالي اللي تعوق معي، ما لكم الا اسنعكم بسفر وحجوزات، بس ها بشرط. وشو؟ ابى اروح معكم. لا يا شيخ الحين القطه يلا يلا تكفينا، تبي تروح معنا بعد؟ علشانك ودلعم ابى اضبطكم، بس ها جيبوا لي صحن شاورما عربي وازهلوا الباقي. كفو. وبتذا سنعتكم باحلى سفره لمده 10 ايام 15000 ريال تذاكر وسفر ومعيشه. يا اخي ما شاء الله تبارك الله على ذا الولد، وشلون كذا؟ ما قلت لكم يا عيال بيضبطنا؟ بالمناسبه هذه يحضر لك احلى شاورما عربي. مشكور يا ابوي على هذه الخدمه اللي ما راح ننساها لك طول العمر طول الدهر. صالح كذا حجز وسفر طول العمر طول الدهر. صالح كذا حجز وسفر طول العمر طول الدهر. صالح كذا حجز وسفر. يا جماعه اسمحوا لي انا ما اقدر اسافر معاكم لانه جوازي منتهي. يا رجال ما دغينا عنك ولا طقنا لك خبر، حجزنا وقضينا. يا رب تخرب عليكم السفرة. طول العمر طول الدهر كفتة كذا ما في سفر. طول العمر طول الدهر كفتة كذا ما في سفر. هاي عيال اغراضكم كاملة؟ ايه كاملة وجاهزة يا ابن الحلال. ايش فيك انت؟ هلا حولت كاش ولا لا يا ياسر؟ افطع عليك محولها خذ. لا 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 خلها معك، انا معي فيزا اتعامل بالفيزا. ايش فيك انت؟ حبيبي ما توهقني، متفقين من يومنا في الرياض ان القطه معك خذ. هد اللعب يا عيال، خلونا نطلب سياره من التطبيق. اي تطبيق ابن الحلال، شرايحنا كلها سعوديه ما فعلنا تجوال. اي والله انك صادق، بعد شوي نشتري من شرايحهم، والحين خلونا نروح بالتاكسي. اوكي اوكي. هي ما تشوف انت غبي. واتس رونج مان؟ هي هي اهدى 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 اهدى. وي ار سوري. وي ار سوري. سوري مين يا عمي؟ خليه يروح ينقلع بس. لكن شفيك هو جابة ما شفت شلون طقني. Hello you need a taxi sir. Yes please come. يلا يلا وشينا. يلا يلا خلاص يا ابوي روح. يوه هذا وقت حمامي ابن الحلال، وين ما سويتها في المطار يا ابوي. ما حطول دقيقة وحجي. اخلص لا تتاخر. يا عيال الوضع جوع، دورونا على مطعم عربي. ابي مندي. شوف ذا القروي، بطني ولا بطنك يا ابن الحلال؟ بطنك بس رز رز دجاج دجاج. يا اخي خلينا نغير نشوف شيء جديد. لا يا شيخ تبينا نروح مطاعمهم واكل خنزير؟ يا ابن الحلال ما حد قالك كل خنزير، عندهم اشياء ثانيه واكلات حلوه. يا جماعه فكونا من ذا النقاش، بعدين لاحقين على البلع. شوفوا لنا عبسي ذا اللي راح وتاخر ولا جاي الحين. خلاص انا بروح اجيبه واجي. Followed your car from the airport to here. You, Yalid, and these guys.
and called him يا غبي. أنا غبي. أنا. You think we don't understand Arabic? I am sorry صديق. I am sorry. You are in my country. You should respect me. No? وين شكش؟ سم. وش اللي سم؟ وين شكش؟ ما ادري. يا ليل. شلون ما تدري؟ وين انتص؟ حسب جاكم. يا عيال. يا عيال ترى ما ينفع كذا، ما ينفع ابدا. مشينا كلنا ندوره، يلا يلا. لا لا انتم روحوا دوروا وانا بقعد في السيارة عند الشنط. لا لا لا، انا اقعد عند الشنط، انتم روحوا. وش اللي؟ ما راح ندري عنه بعد الله يهدي. انزل وشق لكن عنده اخويا ولا شيء. اي اكسكيوز مي. يس. ديد يو سي امان قل له خشمك هذا نوز مفغوص كيو ابسي هذا. يس سيم هيم. وير از هي؟ سين ذا بوليسمان از تيكينج هيم فور ا بوليس ستيشن. واي؟ اي دونت نو. ثانك يو ثانك يو. لا تركي فهد، والله ما كان قصدي، والله ما كان قصدي. كله ش اسكت اسكت، نكبتنا انت وجهك، خلني اتصرف. اص سوري يا قصر. ليت مي اكسبلين واتس هابن. وات هابن از That's it. He didn't mean to harass her. He entered by mistake. We don't care about intentions. We only care about law. And this calls for a ticket. And he should pay a penalty. Pay a penalty? Under which law is that? You could either pay or leave your friend here for the night. شفت؟ الحين بنطلعك من فلوس القطة. اوكي افس وول باي. حسبي الله ونعم الوكيل. Excuse me, I found the reservation and there's a name for only one room. One room? How could this be? We booked two rooms. Every room, two single person. The reservation is confirmed for only one room, for both Shukush and Yasser. Can we book another room? There is no other room. The hotel is full. وش تقول ذي؟ أبد. تقول إنه ما في حجز إلا غرفة واحدة بس. أما عاد. للسبايك هذولا. ايه اسمع، انا تعبان وابغى انام، ورجكم البايخه دي لا تدخلوني فيها، والغرفه هذه حرام فيها، واللي نكبنا ولد عمه يتصرف. هذا نظامك؟ بعدين وش دخلني انا؟ اهدوا اهدوا يا جماعه، وش فيكم؟ ترانا في اوتيل، لا تفضحونا، فكونا من الهواش. اقول يا عامر، شوف، ايش رايك لو نطلع انا وياك ندور اوتيل ثاني؟ خلاص؟ وهم هذولي يسكنون في الفندق. أجل كذا أقدر أنا أقول أباخذ شنطتي بكبر راسي وبنام وبشبك على واي فاي الفندق
واي شيء يصير معكم طمنونا على الواتساب. فمن الله. ابوك يا السحبة. I am sorry. ابوك يا الزلايف. يا رجال مرمطة. You again? Yes. What happened? Why are you out again? Because we have a problem in the hotel booking. Now? How? وش ذا الريحة؟ إيش هذه الريحة؟ حمام في قلب الغرفة؟ أنا أول مرة أشوف غرفة ثلاثة في ثلاثة. يا ابن الحلال أنت متأكد هذه الغرفة نفس اللي شفناها في الموقع؟ خلينا نلحق على العيال إن كانهم ما راحوا. يلا يلا. ياها وربي ما هانت علي الصحوبيه اسيبكم. وش جابك يا السحبة انت وياه؟ افا يا عيال يعني تهقونها مننا نترك اخويانا يتمشون يدورون فنادق وننام؟ ايه هذا عشمنا فيكم. كفو كفو وقطيب. الله يكبر ترد عمك. اقول فكونا من البربره حقتكم مضيعه الوقت. خلنا نشوف حل هالمشكله. Yes. Do you know an hotel has a plenty of rooms? I think it's a little bit hard now. Because we're at high season and the hotels are busy and full. What is the solution? I think I can take you somewhere to find the available rooms. But the rate is gonna be too high for you guys. وش يقول ذا؟ يقول انه يعرف مكان بس انه غالي. يا ابن الحلال اهم شيء ننام ونرتاح وبكره يصير خير. وهو صادق. كفو يا التاكسي الخبرة. والله حبيت الادب يا انا. اوكي يلا يلا يا عيال مشينا. اوكي يلا. هلا بالعيال. درك سنات منا ومنا. The hotel you told us is far from here? No. We just almost there. The problem. Can you help me out, please? Yeah, sure. Thank you. يا ليل ما هو بوقته ابدا. قسم بالله يا همعوك سمعنا وين ما نطقها عوجه. صح لسانك ابوي قصيده حلوه بس ايش يعني معوكسه ذا؟ اقول ما ودك تعضلك على شحم انا اصنك على اذنك. ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل على عيال بعض الناس. ايه وش تقصد؟ تراد انك تقصدني ما لها داعي تفهم ولا لا؟ اقول ما ودك تسكت انت. هدوا هدوا الليل. اختي الرجال واطيب. وانت شغلتنا. حبيته حبيته. حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا يوفقه. عيني وابلع الخامس. اذا فيك خير عطني برشلونيا. هذه سابع مره ركك به. اذا شكوش رجع من السفر اخليه يدق راسك دق. مر على طاري شكوش وش زينون عيال الحين؟ ما اعرف بس الى الحين ما نزلوا سنابات. اي تلقاه فالين والده والدينا شوكه في هات ومطاع ومشلهات رزاق. انت قد سافرت برا خارج المملكه زيهم؟ يا ليت والله اشمسيه ما تعديته. وكيف صار عندك خبره في الحجوزات؟ هذه خالتي اللي زهمت عليها كل يوم تروح ورجها لمصر تزين عمليه تجميل تكميم الزبده انها تتسافر.
قالت أولا يا صالح ضبطا بس أبشري وأنا أمع طلابته معطته معطبوه ومن موقع الموقع من موقع الموقع وصرت عقبة خبير حجوزات يعني إذا بغيت أسافر أكلم خالتي عائشة هذا استيمة يا ولي بس ها حسبت إني قاعد معك نظار يا لك راقي دا تفير ماشي بلا خاك شامي بتاك ايتري تكيت غلاني شكرمتكي شكرمتكي شو مايمر شلا شلا كت 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 مش شرطيت كت بل بخور يرتيما خلقمك تكيت شلا ايتري تكيت غلاني ساينر ما اتخيت باتكني باتكني كت باتني تفيدان السوات يا عيال انا خلاص انا تعبت ابي اروح السعوديه وربي تبعبلت انا خلاص يا شباب لا حد يتكلم مع احد الثقه صارت 0% خلونا نشوف لنا دبره ونروح للسفاره أن جيت والله جابك يا لب قلبك دبرنا يرحم والديك جيت أنا من السماء من يوم ما سمعت الشيلات كذا رجعت للحياة مع أني ما أحبه مرحبا بو تكوى يا ولد العم بزعلنا حنا انزرفنا تكوى بزعلنا What happened to you? What happened? شو السالفة? We are so sorry We thought that you are an Arabic Because you are listening to this song, Sheila. This flesh? Some tourists forgot this flesh here. وش يقول ذا؟ أبد يقول إنه واحد من السياح نسى عنده الفلاش ميموري هذا اللي فيه الشيلة دي. Listen, we have got nothing. We lost our money. Our passport been stealed. Please help us. Okay, okay. Don't worry. You are safe now. I will take you to your embassy. وش يقول بعد؟ أبد يقول أنتم في أمان وأنه إحنا نثق فيه وأنه بيساعدنا لا لا ساعدنا وش هو يلا يا عيال Trust me you are safe طيارة طارت فوق يا بابا وفيها حبيبي ها بشر يا مدير الجروب زبطت المزابيط سنعتك بحلى سفرية تقول وينك من مبطي والله يا تبي تستانس أركب الطيارة وده والله حماد أشيخ شوف أسمع زبطتني حزبطك شاورما لرجل المهمة عربي دبل عليك أشكي بالمخلل أركب بديتك خاف الله في أبوك المسكين الكبير في السن هذا أنت ما تفهم ولا إيش قلنا حجر يعني تنطق في البيت والله ما خلطت أحد بس عيال استراحة وأنا وش أضمني إن ما في واحد من ربعك بالاستراحة راح لأسبانيا ولا إيطاليا وين هالمرض هذا أذكر الله يبا أذكر الله لا سر الله قبل ما أشوف وجهك العالم فوق تحت أمراض وكورونا وموت وحياة وانت داخل طالع داخل طالع داخل طالع وش تسوي؟ يلا راح اجيب خمس عجل توك تقول لا تطلع ولا تدخل اطلع للضرورة راح اجيب خمس وعجل لا تبطي سمي يبا ابشر مد يدك اخر مرة مدها زي الناس اخر مرة والله ما عودها اعرفك ما تسمع الكلام انت
كمان. خلاص. أمي إيش فيك كتبتينا؟ أسكت بس، أبغى أبرد قلبي من دي البكتيريا والفيروسات، أبغاها تموت. كيف أنا اللي حموت؟ إيش فهمك؟ هذه خلطة، حبة سودة ولبان وبخور جاوي، هذه استيتا مديتني الخلطة. يا مساء الخير يا باشا. ارجع، اترك مسافة بيني وبينك، ارجع ورا. حاضر. كذا كفاية؟ التفت من هناك وانت تتكلم، لا تناظرني، لا تتنفس وجهي، التفت من هناك. حاضر. التفت ايه؟ هو حضرتك مرات اخويا؟ علشان التفت؟ تنكت انت وجهك، سوي اللي اقولك عليه ولا اكثر. حاضر. حسابك 47 ريال. طيب. ماشي، دول 50، يبقى لك 3 ريال. عد معايا. 1، 2، 3. اتفضل يا باشا. لا لا ما امسكها، حطها في جيبي. ها؟ احطهم في جيبك؟ ازاي؟ هو انا لعيب كرة سلة عشان احطهم في جيبك؟ حطها في جيبي لا اكثر. احطها في جيبك. حاضر. اهو كده حلو. حط الاكل وانجل، يلا خلاص. ماشي. بس خلي بالك، الشاورما دي انا اللي ماسكها بايدي. الله لا يوفقك. يقولون الله يكافينا الشر، المكرونه هذه اذا دخلت بالانسان خلال 24 ساعه تقتل يموت. يا يبا اسمها كورونا مو مكرونه. بعدين جروب الواتساب ذا حق الشيبان لازم اشوف له حل. من وين تجيبون المعلومات؟ كل يوم نسمع عن حالات شفاء. مكتوب قدامي يقولون ان المره سبحان الله علاج لهالمرض واحده بواحده. انفاسي يا يبا، هذا مرض غريب، علماء ومختبرات دوروا له علاج ما لقوا، والناس تقول مره. لا تصدق. اسكت بس خلنا نسمع الاخبار. ان اكثر وفيات مرضى الكورونا هم كبار السن. ببلش. تدع النعمة أنت ومزعجنا قبل ما تجي الاستراحة. أبي شاورما، أبي شاورما، طاقني الجوع. خلاص ما أبي شيء، انسدت نفسي. ياسر حبيبي كل عشان صحتك. أبعد عني، لا تلمسني، والله إن مدت يدك لكسرها. أبعد عني، أبعد. إيه فقي دامك موسوس كذا، ليش تجي الاستراحة تخرب جونا؟ ترى أنا قاط زي زيكم في الاستراحة، تبي نقعد في البيت ويطقني الوسواس؟ وخر وجهك عني، لا تناظرني ولا تنفس عندي. ود نفسك هناك، تنفس هناك. ان شفت وجهك قريب عندي صرتك ثاني مره. ابعد. ماهو هلا عامر. هلا والله، يلا حيا. ايه سلام نظرة حبيبي، مصافح ما فيه. اقلع تسلم بلا وسوسه يا اخوي. ما تسمع انت، السلام مصافح ممنوع، السلام نظر. ما يرضي من الرجاجيل الارض يا عامر. لا يا شيخ، قلبتها مرجلة وشعر. اقول العالم كله قالب كورونا وانت مسوي لي فيها. روح استراحتكم الله يستر عليك. وش ذا المرضى؟ هذه فوائد الحجر الصحي. هلا عبود ساكت بس. ايه يا ابوي، اللعب ما يجي كذا،
الكيس ده يزحلق اليد. لا تتعذر يا مهزوم. سلامات يا عيال مكيسين اليدين. مرات بسيارة هي. ايه انا مكيسها. واللي بيفكها بكيس راسه، تسمعون ولا لا؟ يا عيال اسمعوا. يقولكم من اليوم وراح ما عاد بو زواجات. شلون ما عاد بو زواجات؟ يعني الواحد ما راح يتزوج؟ لا يعني ما عاد بو حفلات زواج ولا عزايم ولا عزا، اي تجمع ممنوع. هذا الصح، علشان يحدون من انتشار الوباء. عاد يحضر بيتزوج الحين يا عيال. لا سفر ولا قاعة افراح ولا شهر عسل. بياخذها من بيت ابوها وعلى طول بيروح لبيتهم. ايوه امي. يا انا في الاستراحة. ابشري ابشري، دحين جاي. مع السلامة يا جماعة، امي تبغاني في البيت، تقول هيا ارجع. يا شين هيا عيال، ابوك المبزرة، تخيل كذا تدق عليك امك قدام اخوياك، تقول لهم مع السلامة يا عيال انا بدزها للبيت. والله. انت ما تفهم ولا كيف؟ كم مرة اقول لك تترزع في البيت، قوم قدامي يلا. انا بقول لك قوم قدامي. أنا إيش يضمني واحد فيهم ما يكون مريض ولا بيختلط مع ناس عندهم كورونا؟ لا لا أبشر، شوفي معنا معقم، معقمين كل شيء. زد حلقك، أنت في أحد كلمك؟ إن شاء الله. يلا قوم قدامي. سمي أبشر. يلا. يا كفتة، كفتة. الله يعين عامر على ذا السعلوة. أعلمك ولا يعطيك واحدة بين عيونك. أنا أستاذن. الله يحميك يا ولدي ويسعدك ويرضيك ويبعد عنك الأمراض وأولاد الحرام يا رب يا رب يحميك. واه شكوش؟ وهذا مين؟ ها؟ يا مفتري، ثلاث ساعات أنا رايحة وراجعة، قال ايه ادعي لك ربي يحميك ويسعدك وانت حاطط لي مخدات مكانك؟ ولا معقم ولا كمامات ولا قلفزات؟ ايش مخك هذا يا شكش؟ تبغى تدمرنا؟ حتجنني انت، حتجنني. هذا وشي اذا شفت باب البيت بعد اليوم. هاي. امي امي أقول يا صويلح أمر، ما تخبر لي حلاق كذا كويس أقدر أضبطه كذا يجيني البيت؟ لا والله، وأصلاً ممنوع الموضوع ذا، عليه غرامات وعليه عقوبات. وش تبيبه أنت؟ مو هو بشغلك يا أخوي، أبي حلاق، بحلق دقني، بحلق وجهي، بحلق شعري، شف ها ناظر. ترى عارف أحلق أنا، بس ها بخمسين أنقد. والله يا أخوي خذ مية، خلصني فكني. نعيم التركي، تبي شيء ثاني؟ الله يرحم والديك، انا ما راح انسى لك الوقفه ذي والفزعه طول عمري. سويلح عمر، هات المرايه، هات المرايه، خلينا نشوف ابداعك. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. وش ذا الوجه ذا؟ وجهي ولا مقفز بيريه؟ هذا الموضه. وش اللي سويته؟ تقول لي موضه موضه؟ شل شل الشرب، فكني بسرعه. متأكد؟ ايه متأكد، بسرعة لا يجي احد. شيل الشرب، شيل الشرب. عاد خشك. الله يوفقك، الله يوفقك. شيل زين فوق تجي. ايه بعد من مين 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 مين. ايوه ايوه خش 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 خش. مونتاج. الحقيقة يا عمي أنا جايك وبدخل في الموضوع يعني على طول. أنا طالب القرب منك وكل فخر أطلب يد بنتك. يا هلا والله ومرحبا، حي الله ولادك. خيي الله يغفر له. بس تبي الصدق عاد، من شاف حلاقك عز الله حتى الشغالة ما تبي تتزوجك ولا تبي تشوفك بعد. ولكن تدري حياك الله. أجل الحمد لله، مدامك موافق أنا عجل ويا ليت لو نخلص. صدقت يا ولاد خيي، خير البري عاجله. بس وشلون نرتب الموضوع الزواج؟ أنا لو علي أسوي لها عرس وزواج
يسمع عنه الشرق والغرب، واجيب لها ماجد المهندس وبلقيس واحلام ومحمد عبده، كل شيء اجيبه واسوي لها شهر عسل في كل مكان. بس كورونا 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 يا عمي، يا ليت لو نكتفي بالمهر وناخذ البنت ونخلص. ايش رايك؟ اثريك مخطط وتبيها سهلات على ما قالوا. دقيقة واحدة. اقرب يا ولد خيي. شف، بما ان الموضوع كورونا وما كورونا ولقيت عذر، عليك التالي. هنا تحط المهر، وهنا طول عمرك تحط مصاريف الزواج، وهنا تحط مصاريف السفر. وبما انك لا تستطيع السفر ولا تستطيع حفل الزواج، عليك بدفع المبلغ كامل وكاش 250 الف ريال. وش رايك؟ طلعت مني يا حسافة الحلاقة. بس شوف الباب بطلع. الله يحفظك. واخر يا ولد على الباب، ولد خيم يطلع. تفضل. أكثر موقف محرج صار في حياتك؟ على أساس فاتح موضوع يعني؟ أيوة. طيب طفش، ما في مواضيع نتكلم فيها. ما بقى إلا تقولي لي وشكلتك المفضلة. عادي، إيش المشكلة؟ المهم إننا نتكلم. هذه من إيجابيات الحجر المنزلي. بعدين يعني أنا أتوقع آخر مرة تكلمنا فيها كانت في شهر العسل، ووقتها كنت أسولف تسليك كذا علشان ما تلاحظين إني ما أعرف أكل بالشوكة. أوكي؟ يعني بتصرفني حاجة زي كذا. عامر سمي بو. عامر عامر، ابروح لابوي. اوكي طيب يا عامر. التمر زين على اسم التمر. دائما كذا، انت ما عندك اسلوب. سمي ابو عامرني. ابو صالح جارنا اتصل فيني بالتلفون يقول ودي اجي اتقهوى وياك، روح افتح له الباب خليه يجي. هماك تقول لا تطلع ولا تروح ولا تخالط أحد، الحين تبي تجيب خويك عندنا بالبيت؟ أبو صالح ما فيه مكرونة ولا في خير، متأكدين؟ راح افتح له الباب وخليه يدخل المجلس. أبشر أبشر، خلاص أنا ضبطك. أبو صالح، أهلا. حيالله السلام نظر. شلونك؟ عساك طيب. وش رايك تخاويني يوم الله جابك لابو عامر؟ انت قهوة عنده يا ابو صالح؟ الله يساك خير. خفوا من التجمعات، خفوا من الراحات والجيات. صدقت صدقت، بس انا وابو عامر ماخذين احتياطاتنا، لا نجتمع مع احد ولا نختلط بحد، وهذا ما يمنع ان نجلس مع بعض ونتقهوى في نجيل شاي. الله يحفظنا ويحفظكم. انتبهوا على انفسكم، انتبهوا على عيالكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ابو صالح احنا في وقت عصيب، الله يعدي على خير. صدقت صدقت طال عمرك، الله يجزاك خير. الله يجزاك. زين، فما الله فما الله. الله يسلمك يا ابو عامر. طيب طيب طيب. السلام عليكم. البلد موجود؟ موجود موجود. سافرت خارج المملكه خلال ذا الشهر؟ لا والله ما تعديت الخرج. تحس انك مرهق؟ فيك حراره شيء؟ لا حراره لا، بس اني مسوين عمليه في العمود الفقري الفقره الثالثه، والدكتور يقول لا تشيل شيء ثقيل. ايه ايه ممتازه. جايب فنجالك معك؟ ايه نعم. جاي اسمع، الحين تدخل تقعد بالزاويه بعيد عن ابوي. اوكي ان شاء الله ان شاء الله. اصبر، خذ هذه معك، البس الكمامه والقفاز. ان شاء الله. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا حي الله ابو عامر. وش هيك؟ استوري انا وياك تردي دحين؟ وش هيك خفت؟ الله يخلينا وياك بس. يلا حق. لا خليك خليك خليك. ها. خليك بعيد،
حبك يزيد. الا قل لي وش هو لك صالح؟ ابشرك الحمد لله بخير. كنت قلقان عليه يومنا في اوروبا، لكن يوم جريات تطمنت عليه. عاشهم عندك في البيت؟ لا وين البيت؟ ودوه للحجر الصحي. ارقد وامن تطمن. ما دامه بالحجر الصحي والله انه واحرص منا على عيالنا. صحيح صحيح. ابوه ذا وش زين مسوي فيها مسيه يا شباب بالله اهجدوا شوي خلونا نركز بالمحاضره اخوي انت بالايام العاديه راح تداوم والحين معلقه والدراسه صامت حضر كل المحاضرات انا لو دراستي اونلاين كان اخذت الاول على الدفعه بس اللي معجزني زحمه الطريق وسواقه الصبح واكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. الله يحفظك ويرعاك ويعزك ويعز عليك مثل ما عزيتنا. آمين يا رب العالمين. عامر سمي يا شيخ. وين انت رايح؟ الله يصلحك. أبد طال عمرك طفشت بالبيت قلت بتمشى شوي. تتمشى؟ ما تدري انه ممنوع الا للضروره. وانت وين رايح يا شيخ؟ انا بروح المسجد اذن. بيطول هالوضع يا شيخ. احنا في غمه اسال الله انه يكشفها. الرسول الله ما صلى وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، تعوذ من الجنون والبرص والجذام وسيء الاسقام. الله يعين، الله يعين يا شيخ. من اول الناس اذا قعدت في بيوتها يومين ولا ثلاثه ما راحت لا كافي ولا مطعم اطفشت وقالوا ملينا وزهقنا لانهم عايشين في رخاء ما ادري انهم عايشين في نعيم لا يقدر بثمن الين جاء الفيروس اللي ما ينشاف بالعين وحبس الناس في بيوتها يا عامر الشدايد تعلم العبر والدروس الله يكفينا ويكفيكم الشر ويفرج همنا امين جزاك الله خير يا شيخ رح لبيتكم يا ولدي رح لبيتكم ابشر لا إله إلا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آمنت بالله وعليه توكلت لا حول ولا قوة إلا بالله الله يتقبل منك يا عمي الله يقبل الجميع بنيتي والله أنني عرفت نفسي عمري ما تركت الصلاة بالمسجد الحمد لله رب العالمين هاي لا. ايام جدك الشيخ عامر تما صدق عيون كان شيخ قوم وش رجالهم ذاك الوقت وما دخل معركة الا وهزم فيها كل العدد وش عندك يا عامر في ذا؟ اناظر صورة جدي عامر تدري شو من يتيبة؟ خير اني لو عشت حياته أبى أشوف بطولاته وشجاعته جدك عامر ما توصل مواصيله جدك عامر فارس وشجاع من أجل جماعته
لا تتحرك، خليك ثابت. يلا بابا سوي تنظيف؟ لا بعدين بعدين، أنا مشغول الحين، بعدين سوي تنظيف. أوكي جاهز الكفتة، ترى ببدأ الحين. ها يلا يس يس وو. كفتة الله الله على زمان أول، زمن الطيبين، زمن المرجلة، ما هو بزي الحين يا أخوي. تراك أزعجتنا، صجيت شلخت روسنا في ذا النجل. إيش اللي زمن طيبين؟ زمن خلاص، زمن الطيبين راح، الحين أنت بأطيب زمن. لا يا شيخ، والكورونا اللي لعبه في العالم. شف هذا المنفاخ أثري شريب 200 ريال، ما تلقاه بهالوقت، أنتيكا. يس يس يا عيال، نجحت تجربتي. يس أي تجربة؟ تجربة السفر عبر الزمن، يعني تقدرون تسافرون وتروحون أي زمان وأي مكان تبونه. أبوك الفلة، أبوك الفلة، وش فيك نخلص من هذا ونجلع؟ تجي أنت تقول لي زمان وما زمان، أقول شغل مبزرة وكلام فاضي ما أنثب أقعد أنت وياه. يا أبوي أنت إيش خسران؟ خلنا نجرب. شكو الصادق، انا جربتها بنفسي والله تجربه حلوه. يا عيال وش تنتظرون؟ يلا مشينا دزوها. هيا هيا. النظام فيه وحدتين، وحده تحديد الزمان ووحده الانتقال، بس لازم احد فيكم يقعد هنا عشان يشغل النظام. مو انت تعرف له؟ اقعد عنده. لا معليش، ابي اروح معكم. اجل خلاص كفته، مو بنت رحت؟ ياوا اجل خلاص اقعد انت. لا لا ابغى اجي معاكم. وين تروح؟ في اي مكان. اقول انجلع نقعد. شوف شوف ذراع الزمن، قدمه بشوي شوي لين يوصل اخر شيء. حلو صح صح. ياوا بعدين اضغط انتر. خلاص صح صح. تعال تعال بسرعه. استعد يا جماعه. وراي ابحث ذا؟ ما ادري والله. حقك الجهاز؟ ايه حقي. ما شاء الله عليك كويس. يو يا عيال وين احنا فيه؟ اتحداك الزمن البطل، هذا اللي انا بيه. ها ايش جابك؟ طولتوا يا جماعه، قلت الحقكم. وش اللي طولنا؟ ما يودينا الحين ويرجعنا. ما هو
صرت تكفى شفنا العال. يا عيال تكفون اسكتوا شوي خلوني افكر. يا عيال مو بوقتكم الحين، خلونا نستكشف المكان وفي الامه هنا دزناها يا عيال. وش المكان الغريب اللي احنا فيه؟ وش مكان غريب انت ودك؟ انا متاكد ذي ديرتنا. يا امي والله اني خايف يا جماعه. لا تخافون يا عيال، خلونا نروح لهم. امشوا. القم خزون يا رجل، القم خزون يا رجل، دخلوا الحريم والورعان وحطوني البلد بسرعه. الحنشل الحنشل يا ورعان، الحنشل يا حريم. اعطوا البلد. الحنشل 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 الحنشل، ارواح ارواح ارواح. هلا والله بزمن الطيبين، هلا والله بزمن الطيبين. عجيب والله. وش شابكم المضاربنا ها؟ يا عيال يتكلمون زينا. من انتم ها؟ انا عامر وهذول يا اخوياي وهذاك جدي اللي يقول عجيب والله. هي يا شيخ هذول عيون الحنشل. لا والله ما احنا بحنشل، احنا ما جينا الا نبي الخير وجينا عن طريق الجهاز حق ياسر. حنشل؟ هجل يا الرجاجيل، خذوا الحنشل ضارة وحطوهم في خيمة صيتة وربطوهم وخلوا عليهم اثنين من الرجال يحرسونهم زي ما قال الشيخ. جدي جدي أنا ولد أبوي صدق. أبقى العلم ويش؟ الشيخ جالب له خمسة رجال مدخلهم الخيمة. شكلهم حنشلين جديدين. يحقبون. أبكلهم ما ياخذون قسمي وراسي يشم الهواء. أجل تبيني أعلمك. لا تأجل غزوك. الليلة هالليلة. نغزاهم وناخذ حلالهم. أي والله بغزاهم. أبى غزاهم وبدكم وسط خيمتهم. مشانا. يحيى يجي اشرب حمريت. هذه اخرتها، هذه اخرتها. جايبنا من تقول لي من زمن زمن وزمن الطيبين زمن الطيبين. يلا ذق ذق ومرقه عظم. لا تهايط، الجود من الموجود، لو عندهم غيرها كان عطونا. يا ابن الحلال ما دامنا وصلنا زمانهم خلينا نشوف ايش عندهم. ليش ما حلفت لنا من العنزه؟ يا خالة العظم هذا ما يمشي، نبغاك تحلبي لنا من الشيء اللي اسمه عنزة برا. اي تكفين نبي من العنزة. والله يا وليدي الحنشل ما خلوا لنا شيء، سرقوا حلالنا كله وما بقى لنا الا هالعنز. نحلب حليبها ونشربه هالبزران. يا صيتة سم، انتم وش تبين بهم جالس تسمعهم؟ لا تعطينهم وجه. وانتم يا حراس ربطوا الرجال، ربطوهم زين لا ينحش منهم احد. أنا أقول يا شيخ الرجيل اللي حنا طرحناهم ما لهم إلا من إذا تسيهم ذتا، وش نرحمهم له؟ هذولي ما يرحمون يا شيخ. وش نذبحهم؟ أنا أقول يا شيخ عندي رأي، هل نحطهم رعيان نستفيد منهم. هالوكاد يا الربيع، إن حنا صرنا مكشوفين إلا الحنشل، نبي نشد شرق
حفاظا على عيالنا وحلالنا. الله الله. اقول يا محماس. ابشر يا شيخ. روح للشيخ اللي حنا بديرته وقل له ترانا هاليومين شديد. حال حي. كفو كفو والله. البشاره يا شيخ البشاره. جيتك البشاره. طرحنا دعار. وين هو فيه؟ تفضل معي يا شيخ الخيمه الصيته. يلا يا ربعي يلا يلا. يا رجال ما دام مسكنا المجرم باكر نبي نقص رقبته وقدام الجميع. دخيلك يا شيخ دخيلك دخيلك والله اني بري يا شيخ والله اني بري. تكفى سامحني سامحني يا شيخ سامحني هالمره. اقول اسكت ولا كلمه. استاهل. كيف كذا؟ على طول قصوا؟ ما عندهم تحقيق؟ شرطة؟ محكمة؟ ما عندهم لا شرطة ولا محكمة. الله يكبك يا شيخ الله يكبك. هذا 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 وجه البلاء هذا الله يكبه. انتوا آلتك هذه حقت الزمن يا اخوي. ما لقيت تجيبنا الزمن الذبح والمذابح والذبيع ولا ذا الشيخ الفهي حقه وماذا قرر يذبحنا. اسمعوني زين يا رجال. نبى نتغفلهم وندخل دخلة رجال واحد. اقول يا عيال هذا وقت النحشة. شوف ايش يقول يا عيال. صاحي انت. وش نحشة؟ شق ذلبة بالليل. مو بالحين مو بالحين. الحين اكيد القبيلة نايمين وهذولي الاثنين بيريحون هم قاعدين طول اليوم كذا صح ولا لا؟ اباكم تثورون فيهم كلهم. وانت اباك تقص الحلال كله. على خشمي. على الشحن. يلا يا رجل ثوروا ثوروا. شباب ما الساعد انا اخو شاخه. جانا الحنشل جانا الحنشل. انا الحريم ضبوا عيالكم ضبوا عيالكم ضبوا عيالكم. يلا يا عيال هذا وقتها فك عبالكم. ما عندي شيء والله ما عندي شيء ابد الله يخليك والله ما عندي شيء. وش ذا يا جدي؟ وين اللي يقولون شجاع ويخافون من القبائل؟ اخرتها كذا. اتحداك سلقى اثرك مني. افا نعم. دقيقه عطني دقيقه يا ابوي. وين ابوي؟ انا مات ابوي انا مات. ترى يجي لو سمحت ما عندك رابح. وشو رابح؟ طب حنا الغريب. اقول يا هلا يا هلا ومرحبا يا هلا والله بالضيوف. هلا والله بالبطل عامر. هلا والله بربعه. يا هلا بضيوفنا يا ولد. سب سب القهوه للضيوف سب. اي يلا الضيوف اول. ها سب سب سبت. مبروك يا شيخ ردت الحنشل عزلها انهاث رجة صدورنا. يا مناحي لولا الله ثمنا عامر وربعه ثم ردينا العدو. لكن هالحين هم ضيوفي ومحلهم بعد. الله يحييهم على العين والراس يا شيخ. يا عامر سم ما هو بنت سم اذبحوا والعنز وعشوا فيها الضيوف. ابشر طال عمرك ابشر يا شيخ برجس.
أنا طالبك أنك ما تردني. العنز خلها للأطفال يشربون من حليبها. تم. فضلك أقول يا عم عامر، سم ما عندكم دورات مياه هنا؟ مياه؟ وش هنا المياه؟ أكرمك الله، حمامات كذا بقضي حاجتي. رح للبر على طول، رح أقضي حاجك هناك. أوف، خلاص رح أنت. تدري إنك تقرب لي؟ ها؟ أتكلم جد. أنت وليدي شكلك عليك قل صحة. أنت جدي، حتى بالأمارية أبوي بالبيت يقول عجيب والله، حتى أسأل العيال صح ولا لا؟ صحيح عجيب والله. هذه أبكر حقو أبكر حقو الحاشة أخذوا خويكم خوينا. إيه هذا الحين أخذوه. ها؟ وش السوات الحين؟ أقول وش السالفة؟ خوينا الخطف يا عامر. تب رح معهم وقص الأثر. الصبح ربح الله يبارك فيك. الله لا يحييها الوجه. اتبعني الحين ارفض راسك بالطلقه وخلي راسك يقطع جنبك. والله ما اقول ايش الحين. علمني انت الهلايم اللي معك، حتى جايين للقبيله علشان تساعدونهم. والله ما لي دخل، ما لي دخل كله من هذا المهايط يا عامل، ما لي دخل. انا الحين ابغاك تربط فم هذا ابغاك تربط فمه وتحطونه هناك. احنا رجالنا بنصفي روسنا، نبي نرقد ونعيم من الله خير. من البارح ما ذقنا النوم ولما صحينا. انت والله اللي يجي بيني وبينك كلام، لكن هين. شنو يا رجال شنو؟ تكوى يا زين. قم يا رخمه، قم الله يرحم والديك. قم يا رخمه. الله لا يوفقك يا عامر. عقب فمك لا تفتح، اذا ما حط السكتون في فمك. عقب وقف عندك اتوياه. وقف عقاب قال انت بتفتكونه. لا والله لقيتوا برجولكم، لا والله لقيتوا حقي وباخذه، وانتم جيتوا عندي ليا. قم انت قم. يلا خذوهم يا ريجي، خذوهم ودهم هناك. سيف عطر العود عطلها العود اللي لابد هناك، خليه يجي. امشي قدام انت وياه، امشي رحم الله الوجيه. انت شو اسمك يا ولد؟ عامر وش عندك انت والوجيه البارده ذي هنيا؟ اقول اهرج اهرج يا بيبتي يا رجل اهرج. اسف شو عندك هنا؟ انت وخوياك وش عندك؟ حنا ضيوف الشيخ. ابشر والله بالضيفه اللي تطيب راسك. الحين ابى انفضك بطلقه وابىك تسلم لي على الشيخ السلام الكبير. ويلي وانا شكلهم جند. كل علموا ايش رايجي؟ كل علموا كل رضا اختفى هذول. اقول يا ولد انا هلا صالح. ايه بالاستراحة، تجيب حالة معك. يلا مع السلامة. وش اللي بيدك؟ هذا جوال تكلم فيه الواحد من بعيد. ما خلوا شيء يا عم، لازم نرجعك بجهاز الزمن. هذا لا هو زمانك ولا هو بمكانك. وصادق ماني برايح، أبقعد عندكم براد وفلاه وناسة. لا وبجوال بعد. عامل! وي!
لك يومين ما جيت البيت. عجيب والله، عجيب والله. اركب هديتي. احنا شباب البوم. ياه شباب البوم يا. أقول يا عامر، لا تقرر أي شيء لين تسألني. أهلاً تركي، كيفك؟ تمام توني، أهلين. مرحبا. هلا. وينك يا رجل؟ صرنا أسبوع ما شفناك. أبد والله، كنت مع حبيبنا عامر قاعد ألف على الديرة. أهلاً وسهلاً، تفضلوا، أستاذ جاك بستناكم. لا 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 لا، ما يصير ذا الكلام يا توني. بصراحة 150,000 كثيرة على 3 طن عسل. احنا العسل في السعودية يجينا من دول مختلفة وفي منافسات كثيرة، وبصراحة هذه خسارة كبيرة علينا. ولا تاخذت هذا اخر سعر بمنحكم اياه بصراحه، لانه اول مره بتتعاملوا معنا، ولانه بعرف انه في علاقه صداقه بينه وبينك يا تركي، فبتمنى انكم تقرروا، لانه كثير مشغول وعنده مواعيد ثانيه. انا مقدر الكلام هذا من مستر جاك، بس ممكن تعطونا كذا 10 دقائق انا وزميلي عامر عشان بس يعني نتناقش شوي ونجتمع؟ 10 دقائق ما في مشكله، تفضل خذوا راحتكم. تفضلوا شباب، هاي فرصة ما بتتعوض، تشاوروا ردوا لنا خبر،
شكرا توني. صاحي انت ليش تماطل؟ تبي الصف قضي علينا؟ سعر الكيلو بخمسين ريال، يعني بالرياض تبيع بميتين بالراحة. هذه تجارة، لازم نفاصل في السعر عشان ناخذ أحلى سعر. يا شيخ طير أنت مسوي فاهم. سامجن مت مکسیم ویدرش مکتوازه سامجن مت مکسیم آن هم ممکنه شما توازه باش و دامو ایتو وش ذولي؟ الله علمي علمك بس خل نشيك يلا أرقاد ناخد صوت خالي يا راوين درتس بوت بياردان بيتوبوت شاد کاربی داد و وقتی چکار نبي واحد يتكلم عربي. شتاب اسكت يا ابن الحلال اسكت. هذولي ما هم فاهمين علينا ولا بيفهموا. وين برالي قدبات جيكي سادا ميسي ميغو برابيس غازراك كل اللو باشي ساكاكو سيسخلي سامرتليس كودكسي سامرتو زامتو تخوة مخلصتان اخبار. We don't understand. No English. No Georgia. شتاب نبي محامي.
هذا ظلم، ظلم. ليش يتهمونا بالقتل؟ لا والمشكلة بعد يبين يحاكمونا. أزل، خلهم يحولونا المحكمة، أكيد القاضي بيكتشف براءتنا. ما أنت ملاحظ إنه العصابة واصلة؟ يعني الموضوع فيه فساد. كله منك ولا انا وش لي بتجاره العسل؟ تعال يا عامر بنسوي بزنس، بنصير اغنياء، بنكسب ذهب، واخرته وشو؟ قضيه قتل. وانا وش دراني ان جاك متورط مع العصابات ولا يتفاعلهم الليتوات؟ اقول اسكت بس. الله يخرجنا. قول هذا وش فيه كارهنا كذا؟ ما ادري. بورتي اخلبي بيقولي ده قرود نزجو اخلبي او اسن يا اخلبي انا ما تورع ودا قلت خلي وين ابشي اربع زروت رقيت ببيري اندو رقنا خي سوغوري قربا ميوري شي شي نبولي Mime sağ olmaz bir çapo. Mime sağ olmaz.
داوي شالت الحقير والله ما خليه. اتركه اتركه يا عامر، انا متاكد ان وراه شيء. مركز بديتك.